السلام عليكم إخوان، في هذا الفيديو سنتعرف على معلق مباراة مصر ولبنان. المباراة ستلعب اليوم على الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية، والثالثة مساء بتوقيت مصر، والثانية مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. القنوات التي تنقل هذه المباراة قناة بي ان سبور رقم 1، والمباراة ستلعب في ملعب التمام، ومعلق المباراة رؤوف خالد. لا تنسى يا صديقي دعمنا باللايك، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.